علي بقى أقولك ازاي نعمل ام علي بالشكل التحفه ده ويكون وشها دهبي كده وطعمها كريمي جدا وتحفه وجوسي جدا من جوه هقول لكم على التكات والحاجات اللي بعملها فيه دايما وبيطلع تحفه اول حاجه هنحتاج ملفيه وده اساس ام علي جربتها بحاجات كتير بس الطريقه بتاعتها المظبوطه لازم يكون ملفيه جيب الملفيه واكسره نص تكسيره بالشكل ده واحطه بقى في طاجن في صينيه في صينيه بايركس صينيه كبيره اي حاجه زي ما انت عايزه المهم حاجة تكون هتدخل الفرن بعد ما احط الملفيه بالشكل ده هضيف عليه كوباية كاملة من الحليب وطبعا هنضيف سكر هنضيف معلقتين كبار من السكر للكمية اللي انا حطيتها كمية السكر طبعا بترجع ليكي هضيف هنا 200 ملي من الحليب وبعدين هغطس كده بضهر المعلقة علشان اشوف الحليب كفايه ولا لا لقيته ناقص شوية فاضفت كمان خمسين ملي من الحليب يعني ضفت 250 وخمسين ملي من الحليب يعني كوباية كبيرة من الحليب وحطيت على الوش كريم شانتيه علشان يدينه لون ذهبي حلو جدا لما لما يدخل الفرن على درجه حراره 200 في الرف الوسطاني هيبقى لونه ذهبي وتحفه مهتمه تعملي حلويات زي دي وأكتر منها كمان في البيت وتطلع معاكي ناجحه من اول مره سايبه لك لينك تطبيق خاص بالحلويات بس حمليه على التليفون هيفضل معاكي على طول وهيحدث نفسه بنفسه لينك التطبيق موجود في اول تعليق او في البايو يلا ادخلي حمليه بسرعه